أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها لليوم. طهران تقول إن على الرياض التحدث بقدر حجمها، أي حدود للتوتر بين إيران والسعودية. مال المطبع حرام، حملة لمقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت الإعلام الإسرائيلي، كيف يمكن أن تؤثر؟ في اليوم العالمي للطيران المدني الدولي، كيف يبدو السفر في زمن كورونا؟ وزارة العدل الأمريكية تقاضي فيسبوك بسبب التمييز ضد موظفيها الأمريكيين، فلمن سيحكم القضاء؟ لكل دولة خطاب بحجمها. سريعا ترد طهران على محاولة السعودية الدخول على خط أي مفاوضات نووية محتملة، محاولة عبر عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حين قال في مقابلة مع فرانس بريس إن إعادة إحياء أي اتفاق مع إيران في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن يجري بالتشاور مع دول الخليج. تريد الرياض على ما يبدو أن تكون على الطاولة إلى جانب اللاعبين الكبار، فيأتي الرد من الخارجية الإيرانية بأن عليها الحديث بما يتناسب مع حجمها. بعض الدول سخر كل سمعته للوصول إلى أهدافه في عهد الرئيس الذي يشق طريقه الآن للخروج من البيت الأبيض، وأنفق أموال شعوبه لشراء أمنه بضعة أيام. من الطبيعي أن تقلق هذه الدول لأنها أسست أمنها على ركائز ضعيفة أجنبية. رسالة طهران لها واضحة، وهي أن إيران هي مرفأ الاستقرار في المنطقة، وسعت كأخ أكبر للتغاضي عن أخطاء هذه الدول التي ينبغي أن تعرف موقعها في العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية وأن تتحدث بقدر حجمها. رسالة قوية من طهران إذن، ودعوة للرياض في الوقت نفسه إلى العودة عن أخطائها، ولعل أبرزها عدم الرهان على الولايات المتحدة للحفاظ على أمنها. أمام هذه المشهدية مشاهدينا كالعادة سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولا، ماذا بين سطور الموقف الإيراني؟ ثانيا، هل ستتلقف الرياض رسالة طهران؟ وثالثا، أي تأثير للمصالحة الخليجية في حال حصولها في إيران؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا في المشهد الساخن، الخبير الاستراتيجي السيد أمير موسوي، هو معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. أستاذ أمير أهلا بك. سريعا، لماذا سيد أمير ترفض إيران إشراك دول الخليج في أي حوار قد يكون في المستقبل مع إدارة بايدن تحديدا فيما يخص الاتفاق النووي، وتقول أن على هذه الدول أن تعي مكانتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أستاذ عبد الرحمن ولمشاهديك. أهلا بكم أستاذ أمير. طبعا المملكة العربية السعودية كان على الأجدر، يعني بالأجدر بها، كان أولا أن ترتب أوراقها في المنطقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أن تذهب إلى المستوى الدولي في الحوار مع طهران. يعني هناك مشاكل عالقة بين الرياض وطهران، وبين الرياض ودول إقليمية أخرى لديها مشكلة دموية مع اليمنيين، ولديها مشكلة سياسية كذلك ما زالت غير محلولة مع قطر، وكذلك لديها مصائب يعني ارتكبتها في العراق وسوريا ولبنان، عليها أن تصلح هذا الأمر. بعد ذلك أن تتمنى أن تكون مع الكبار وتجلس مع الكبار، وهذا نتمنى لكل الدول العربية والمجاورة خاصة والدول الإسلامية أن تكون بهذا الوزن لتجلس مع طهران. لكن للأسف الشديد الدولة التي يقول عنها الرئيس الأمريكي ترامب من دون حماية أمريكا لا تبقى أكثر من أسبوعين، هذه كيف تستطيع أن تتكلم مع الكبار ودول ذات حضارة ووزن كبير ومؤثر في المنطقة والعالم؟ الدولة التي يعني لا تحترم حقوق الإنسان وتقتل يوميا الأبرياء في اليمن، الشعب اليمني، وتحاصره وتجوعه، والمشاهد المؤلمة التي نراها من الأطفال اليمنيين والنساء وما شابه ذلك. فلذا أنا أعتقد هذه أمنية سعودية، أولا عليها أن تعيد سيادتها. الآن نحن لا نرى لديها سيادة. أستاذ أمير عذرا على المقاطعة، ولكن أيضا لأنه كلام السيد خطيب زادة كان مفاجئا، وكلامك الآن فيما يخص السعودية كثر قد يعتبرون ذلك مفاجئ. هنا ربما البعض قد يريد توضيح، طهران كيف تنظر إلى السعودية عندما تقول أنه على السعودية أن تتحدث بحجمها وأن تأخذ حجمها الطبيعي؟ كيف تنظر وما هو الحجم الذي تراه طهران بالنسبة للسعودية؟
يعني السعودية لابد صحيح أن تعيد حجمها، الآن لا حجم لها، لأنه هي دولة فيها أولا يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة، بلد الحجاز يعني محترمة تاريخيا، لكن للأسف الشديد العائلة الحاكمة أسرفت في سيادتها وفي هيبتها، وكذلك دخلت في مشاريع خطيرة عندما تلجأ إلى الأمريكي والصهيوني في حمايتها، وتجلب العالم كله في ضرب شعب مستقل وأصيل وهو الشعب اليمني، وعندما ترسل المفخخات إلى العراق، وعندما تدمر البنى التحتية في سوريا، وعندما تبيع القضية الفلسطينية بثمن بخس وتتعاون مع الكيان الصهيوني وتنسى حقوق الشعب الفلسطيني، إذن أين السيادة؟ وبنفس الوقت تفرض على دول صغيرة أخرى في المنطقة كالبحرين والإمارات أن يذهبوا إلى التطبيع، وحتى السودان يعني أذلت السودان في هذا التطبيع الأخير بشروطها. فلذا أنا أعتقد أنها أولا عليها أن تستعيد سيادتها. إيران ترغب بالجلوس مع الدول المجاورة والدول العربية والإسلامية، لكن لابد أن يكون لهم قرار، لا أن يكونوا يعني في سياساتهم الخارجية والداخلية ذيليين، وليس لديهم أي استقلالية أو سيادة يحترموا بها نفسهم ويفرضوها على الآخرين. الآن مشكلتهم أنهم يستقون بالآخرين، ومشكلة السعوديين وبعض الأطراف في المنطقة الخليجية للأسف الشديد يرون أن أموالهم هي كل شيء، ويعتبرونها أنها تزيدهم عزة ومكانة. هذه الأموال أخذت بسهولة يعني بسياسة الرئيس ترامب، رأينا كيف مئات المليارات ذهبت إلى أمريكا من دون حساب وكتاب. فلذا أنا أعتقد أن السعودية أن تعيد يعني أستاذ النظر في أمير، أيضا سياسات. البعض قد يقول أنه ربما كلام السيد خطيب زاد قد يؤخذ بأنه يتناقض مع دعوة إيران الدائمة بمد اليد إلى دول الجوار، وبأنها جاهزة لتجلس مع دول الجوار والحديث عن أمن إقليمي مشترك لدول المنطقة. ألا يتناقض ربما كلام السيد سعيد خطيب زاد ما قاله اليوم في مؤتمره الصحفي مع هذه الدعوة ومد اليد للتواصل ولأن يكون هناك حوار مع تحديدا السعودية؟ لا بالعكس، يعني السيد خطيب زاده اشار الى نقطه مهمه، الحوار النووي الايراني هو حوار دولي ليس اقليمي. يعني انا كما ذكرت في بدايه حديثي، السعوديه لابد ان ترتب امورها مع جيرانها ومع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومع حاضنتها، يعني هي الان عندها مشكله مع الجميع، هي اصبحت منفوره لانها اصبحت دمويه حتى مع شعبها. يعني حقوق الإنسان والتقطيع والقتل والذبح، كل هذه يعني الشيخ النمر ماذا قال؟ حتى يعدم ويقطع رأسه والآخرين كذلك. فلذا أنا أعتقد أن السعودية عليها أن ترتب أوراقها، وإيران مستعدة أن تساعدها بشرط أن لا تستقوي بالصهيوني والأمريكي، عليها أن يعني تستقوي بحاضنتها بإمكانياتها. أستاذ أمير، ربما وبجيرانها. هذه النقطة الجوهرية، إيران كيف يمكن لها أن تساعد السعودية؟ هذه نقطة هامة للغاية، يمكن أن نفصل فيها قليلا لو سمحت. نعم، يعني الآن الأمريكي والصهيوني وضعوا شماعة باسم الخطر الإيراني. يا أخي تعالوا اجلسوا مع الجانب الإيراني وسترون أنه ليس هناك خطر، هناك مصالح مشتركة، هناك جيرة، هناك احترام، هناك بالنتيجة الدين الإسلامي يجمعنا، الجيرة تجمعنا، القضايا العربية الأساسية. لكن هم للأسف الشديد نرى أنهم أولا يبيعوا القضايا العربية والإسلامية بثمن بخس، ويختبوا خلف ويستقوا خلف بالأمريكي والصهيوني ضد العرب والمسلمين. هذا طبعا لا ينفعهم، والتجربة أثبتت ذلك. يعني هم صرفوا الآن مئات المليارات في سبيل إيجاد منظومات ضد ويحاربوا اليمنيين، ورأوا أن هذه الإمكانيات والتجهيزات العسكرية لم تنفعهم أبدا. حتى الأمريكان ضحكوا عليهم في الحقيقة، لم يعطوهم إلا السكرات. اليمنيين الأمم القوة العسكرية اليمنية مع كل الحصار والمشاكل استطاعت أن تفرض نوع من التوازن في الرعب والتوازن في القوة. فلذا أنا أعتقد أنهم عليهم أن ينزلوا من الشجرة، وأن لا يغتروا بأموالهم وإعلامهم المضلل، وأن لا يهتموا بإلقاءات الصهيوني الأمريكي وجعل في أذهانهم يعني أخطار وأعداء وهميين. عليهم أن يجلسوا ما دامت اليد الإيرانية ممدودة، ولحد الآن ممدودة. أنا برأيي اليوم، إذا اليوم الأمير محمد بن سلمان لو أراد أن يستقل ويفرض سيادة بلده
في المنطقة وفي هذه المجموعة الأمنية أو المجموعة الإقليمية بإمكانه أن يأتي إلى طهران أو يدعو قيادة إيرانية أو شخصية إيرانية إلى الرياض ويجلس ويتفاهموا. يعني هذا يعني أستاذ أمير أنه إيران مستعدة دائما لأي حوار إذا كانت السعودية لديها النية في ذلك أو على قاعدة حسن الجوار؟ نعم، لأنه في خلال 41 سنة الماضية السعودية تكلمت مع إيران وتحاورت مع إيران عبر الاغتيالات والتفجيرات والحرب العراقية الإيرانية والحرب الإعلامية والفتنة الطائفية والفتاوى وكثير من هذه القضايا. كل هذا الحوار خلال الأربع عقود الماضية من الجانب السعودي، بينما إيران نرى السيد خاتمي مد يده، السيد أحمد نجات، السيد روحاني، والرسائل التي بعثها السيد محمد جواد ظريف. وأنا أذكر لك نقطة مهمة قبل فترة، يعني السيد محمد جواد ظريف بقي في أبوظبي ليلة واحدة، مدت زيارته لليلة واحدة في سبيل أن يذهب إلى الرياض ويتفاهم مع سعود الفيصل، لكن السعودية رفضت. يعني كل هذه الجهود التي تبذلها إيران في سبيل أن تنزل السعودية من شجرة الغرور والطغيان، في الحقيقة هم مغرورون، لا يرون إلا المال ولا يرون إلا الاستكبار ولا يرون إلا الدماء. عليهم أن يلجأوا إلى الحوار. أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإمكانها أن تقفل الملفات السابقة وتفتح صفحة جديدة، لكن تحتاج إلى إرادة مستقلة وذات سيادة من قبل المملكة العربية السعودية في سبيل أن تأتي لحوار بناء ومتوازن ومتعادل ينتفع فيه جميع شعوب المنطقة. طيب أستاذ أمير، قبل أن ننتقل للحديث أيضا عن تطورات فيما يخص الملف الخليجي والحديث مؤخرا عن هذه المصالحة التي قد تتم أيضا برعاية أمريكية ومبادرة كويتية كما بات معلوما، اللافت أن هذا الكلام السعودي حول ضرورة مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات نووية مع إيران مقبلة جاء أيضا بعد كلام ألماني من قبل وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، والذي كان مفاجئا واعتبره البعض أنه مفاجئا عندما تحدث عن ضرورة أن يكون هناك اتفاق جديد. أولا، هل تعتبر إيران أن هذا الكلام منسق ربما ما بين السعودية وبعض دول الخليج من جهة وربما بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا؟ وأصلا هل إيران مستعدة لمفاوضات جديدة أم أنها تريد العودة لصيغة الاتفاق الموجود حاليا والذي خرجت منه الولايات المتحدة؟ يعني أنا أقول لك بصراحة ربما نكشف شيء جديد في هذا المضمار. يعني الدول الأوروبية عندما وافقت إيران أن تكون في المفاوضات اعتبرتها أنها دول أوروبية مستقلة وذات سيادة، لكن ثبت خلال السنوات الماضية مع سياسات ترامب وخروجه من الاتفاقية وفرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاحظنا أن الدول الأوروبية كذلك لم تستطع أن تكون ضامنة ولم تكن لديها استقلالية وفقدت سيادتها في هذا الأمر، لأنها كانت مطيعة وتصرفاتها تناغمت مع السياسة الأمريكية. يعني هم من جانب يقولون أن الاتفاق النووي لا بد أن يبقى حيا وقويا ومستمرا، لكن عمليا نرى أنهم لم ينفذوا ولا بند صغير من هذا الاتفاق. إيران جعلته حيا وإلا الأوروبيين أماتوه وقتلوه. يعني فلذا أنا أعتقد في المفاوضات القادمة، وهي النقطة الأساسية هنا في حديثي، أنه هناك أصوات في إيران على مستوى عالي جدا أنه حتى الأوروبيين ربما يزاحوا من المفاوضات، لأنهم أثبتوا غير فاقدي السيادة، ليست لديهم سيادة وليست لديهم استقلالية في القرار. إذن ما الفائدة من دخولهم للتفاوض؟ الترويكا الأوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أنا أعتقد ربما إذا رجعت أمريكا إلى الاتفاق النووي ربما إيران ستستغني عن هذه الدول التي هذا كلام كبير للغاية أستاذ أمير. أنت تقول الآن أنه في حال قررت إدارة بايدن، والذي يعتبر البعض أن هناك دول تحاول إحراج هذه الإدارة قبل أن تبدأ عملها في البيت الأبيض، في حال قرر بايدن العودة إلى الاتفاق النووي استنادا إلى التجربة، فإن إيران قد تستبعد الترويكا الأوروبية ويكون الاتفاق إذن مع أمريكا وروسيا والصين؟ نعم، لأنه الترويكا الأوروبية ثبت أن لا فائدة منها. على الأقل الصين وروسيا قاما بأعمال لا بأس فيها في التبادل التجاري مع إيران في ظروف العقوبات الأمريكية، لكن فرنسا، ألمانيا وبريطانيا أثبتوا في ممارساتهم العملية أنهم
ضيعين وفاقدي السيادة وليست لديهم قرارات مستقلة، لأنه أنتم لاحظتوا يعني الإعلاميين والمشاهدين الكرام ربما شاهدوا عندما كانوا يتذرعوا لعدم تنفيذهم للاتفاق النووي وعدم تعاملهم المالي والتجاري مع إيران أن الضغوطات الأمريكية قوية ولا نستطيع يعني مقاومتها. فلذا إذن ما الفائدة من وجودهم في يعني سبب إيران في التفاوض السابق قبل الوصول إلى الاتفاق النووي الأخير 2015 عملت ضمانين في هذا الاتفاق. الضمان الأول وجود الترويكا الأوروبية أن تضمن هذا الاتفاق، والضمان الثاني يعني صدور قرار من مجلس الأمن الدولي 22-31 حتى يضمن هذا الاتفاق. الاثنين فشلوا، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي استطاع أن يعني يكبح تحركات أمريكا المضادة للاتفاق النووي ولا الترويكا الأوروبية. إذن ما الفائدة من هؤلاء؟ فلذا فكيف للسعودية أن تريد أن تضيف نفسها وهي فاقدة السيادة وهي يعني تتبع سياسات وأوامر كوشنر الآن وربما في المستقبل زوجة بايدن؟ يعني لذا أنا أعتقد أن هذه الدول عليها أولا أن تقوي نفسها وأن تثبت قدرتها بعد ذلك أن تتكلم مع الكبار، وليس الآن. الآن أول عليها ترطب الأجواء مع إيران، بعد ذلك يمكن أن تأتي كقدرة مستقلة. وسنكون بانتظار هذه الأجواء كيف ستكون في الأيام والأسابيع المقبلة. أستاذ أمير سنكمل معك النقاش، ولكن هناك أيضا موضوع لافت، لأنه هذا التصعيد الكلامي مشاهدين بين إيران والسعودية يتزامن مع مسار آخر لا يزال يتصدر الواجهة منذ أيام، وهو مسار حل الأزمة الخليجية، مسار سارعت طهران إلى الترحيب به. وزير خارجيتها محمد جواد ظريف قال في تغريدة يوم الجمعة على تويتر إن سياسة إيران منذ فترة طويلة هي الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار والحوار الإقليمي، وآمل أن تساهم المصالحة في الاستقرار والتنميتين السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا. كلام ظريف كررته الخارجية الإيرانية اليوم مع إضافة مهمة بأن العلاقة بين إيران وقطر لا تتأثر بأي عنصر أو طرف ثالث. في ظاهر الموقف تأكيد على متانة العلاقة مع الدوحة التي فتحت لها إيران أجواءها حين أغلقت في وجهها أجواء دول المقاطعة، وفي طياته رسالة واضحة بشأن أي رهان على المصالحة الخليجية لتحقيق واشنطن وحلفائها ما لم يتمكنوا من تحقيقه في السنوات الأربع الماضية من خلال سياسة الضغط الأقصى. تستبق إذن طهران أي مصالحة خليجية بالتأكيد على ثبات موقفها، ولكن هل فعلا باتت هذه المصالحة قريبة؟ حتى الآن تبدو الرياض مستعجلة لحل الأزمة التي بدأت في حزيران يونيو 2017 مدفوعة بالقلق من الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن حليفتها الإمارات لا تبدو كذلك، إذ لا موقف إماراتيا من مسألة المصالحة حتى الآن، فيما يبدو كأن أبو ظبي تركت الأمر لبعض الأصوات الإعلامية التي قالت أن قطار المصالحة الخليجية لن يتحرك مليمترا واحدا من دون علم الإمارات المسبق وموافقتها ومباركتها. أستاذ أمير موسوي أعود إليك، إذن يبدو أن موضوع المصالحة الخليجية يأخذ حيزا كبيرا في الفترة الأخيرة. اللافت أن إيران رحبت عن طريق وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في هذه المصالحة، ولكن في الوقت نفسه هناك من يقول أن هذه المصالحة الخليجية تستهدف بشكل أساسي إيران. نريد أن نعرف أكثر عن الموقف الإيراني، كيف ينظر إلى هذه المصالحة وسط ترحيب رسمي من جهة وسط حديث عن أنه هذه المصالحة هذا الحلف المتجدد إذا ما حصل سيكون موجه ضد طهران؟ نعم، سؤال مهم أستاذ عبد الرحمن. يعني أنا برأيي حتى عندما بدأت الخلافات بين قطر والسعودية والإمارات ومصر والبحرين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت استعدادها لترطيب الأجواء، لأنه أي خلاف منطقة يعزز الوجود الأمريكي الصهيوني في المنطقة. إيران ترى من هذا البعد، يعني لذا أي تفاهم أي تصالح أي نبذ للخلافات بين دول المنطقة يقوض التواجد الأمريكي والاستنزاف الأمريكي لهذه الدول. فمن الأرجح ومن المصلحة لكل بلدان المنطقة حتى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو الأهم تقلص التواجد الأمريكي واستخدام التفرقة لأغراض اقتصادية ومالية وتجارية يستفيد منها الأمريكي، واستفاد طبعا لاحظنا خلال الأربع سنوات في سبيل السعودية أن لا تهجم على قطر
أخذ الأموال من قطر، وفي سبيل أن قطر لا تعمل شيء ضد السعودية أخذ أموال من السعودية. والأمريكي ترامب يعني استفاد من هذا الصراع في بداية مجيئه إلى البيت الأبيض، دمر العلاقات الخليجية بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، وفي نهاية فترته يريد أن يعيد المياه إلى مجاريها، وهو سيفشل، لأنه في الحقيقة الأمور ليس بهذه الصورة التي تصور لنا. يعني هو بأوامره دمر العلاقات السعودية الخليجية الخليجية، وبأوامره يريد أن يعيدها في نهاية رئاسته. لكن أنا أعتقد أن هناك نقطة أهم أستاذ عبد الرحمن، دولة قطر اشتكت على ضد هذه الدول التي منعت طيرانها من العبور في أجوائها كالسعودية والإمارات ومصر والبحرين. والمحاكم الآن تقريبا ممكن أن نقول وصلت إلى نتائج إيجابية لصالح قطر، يعني ستصدر أحكام من العدل الدولي ضد هذه الدول لأنها خالفت القوانين القائمة في الطيران المدني. فعليها أولا أن تفتح أجواءها، ستجبر على فتح الأجواء، وثانيا ستدفع غرامات. فلذا أنا أعتقد كوشنر أتى للحفاظ على ماء الوجه المتبقي، يعني يريد في أيامه طيب الأخيرة أن يحافظ على ماء وجهه استاذ كإدارة امير، أمريكية. ولنستفيد للدقائق القليله الاخيره في المشهد الساخن معك، بالنسبه للعلاقه ما بين ايران وقطر، هل يمكن ان تتاثر؟ خاصه انه ايران اكدت انه هذه العلاقه لا يمكن ان تتاثر باي حال من الاحوال. ونريد ان نعرج ولو بسرعه ايضا على موضوع التركي، لانه تركيا ايضا هناك اتصالات نشطت مؤخرا مع السعوديه، والبعض يقول انه تم فتح قنوات اتصال ايضا سريه مع اسرائيل لاعاده العلاقات الى سابق عهدها. الجانب التركي ممكن لأنه لديه علاقات مع الكيان الصهيوني، ليست في مشكلة. لكن أنا أعتقد أن أحد الشروط الأساسية في المصالحة هو الشرط السعودي أن تبتعد قطر من إيران. وأنا أعتقد أن حتى قبل الخلاف الأخير بين السعودية وقطر كانت هذه الشروط موجودة. قطر صحيح لديها بعض التحفظات للسياسات الإيرانية ولديها بعض الخلافات مع إيران، لكنها حافظت على علاقات متوازنة إلى الآن، يعني حتى في الحرب العراقية الإيرانية ولم تقف بالكامل مع صدام. ولم المشكلة اللي حصلت في قطر هي موقفها الحاد في سوريا بالنسبة لإيران، لكن وهذا تبين من خلال تصريحات وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق القطري أن كانت بأوامر سعودية وبضغوط سعودية وأمريكية. لذا أنا أعتقد أن القطريين أكثر حكمة وأعقل بكثير مما تتصوره القيادة السعودية. أشكرك جزيل الشكر الخبير الاستراتيجي الأستاذ أمير موسوي، حدثنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. بكل الطرق تحاول إسرائيل عبر إعلامها التسلل عبر النسيج المجتمعي الفلسطيني، كل الذرائع حاضرة في سبيل صورة أو لقطة تعدها إنجازا، فكيف الحال بمشاهد وتقارير ومقابلات؟ هذا ما حدث في عدد من المطاعم والفنادق في رام الله وبيت لحم. ما دفع ناشطين إلى إطلاق حملة بعنوان مال المطبع حرام، بهدف حث المواطنين على مقاطعة هذه الأماكن التي استضافت الإعلام الإسرائيلي في إطار رد فعل شعبي واسع. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من مدينة غزة الزميل أحمد شلدان. أهلا بك أحمد. أحمد، إذن كيف بدأت هذه الحملة وكيف كان التفاعل معها ولماذا انطلقت؟ يعني نريد أن نعرف عنها أكثر. نعم، فيما يتعلق بكيف بدأت هذه الحملة، السبب الأساس هو معروف. عدد من الإسرائيليين زاروا عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، استضافهم عدد من أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق، وظهروا على وسائل الإعلام الإسرائيلية وهم يتوددون إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا حقيقة يعني كان أمرا مختلفا بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. العلاقة بين الفلسطيني والإسرائيلي هي علاقة صراع وهي علاقة قتال حتى هذه اللحظة، فمنذ 73 عام أو منذ 72 عام الاحتلال الإسرائيلي يحتل هذه الأرض ويقتل شعبها، وبالتالي من الطبيعي أن تكون العلاقة القائمة هي علاقة قائمة على الصراع. حتى الأمس القريب كان المشهد الإسرائيلي داخل الضفة الغربية هو الإسرائيلي الذي يركب الدبابة أو يركب الجيب ويقتحم مدن الضفة، كما حصل حتى هذه الليلة عندما أصيب 4 شبان بإصابات خطيرة.
وهذا هو المشهد المعتاد. أما أن يبث على قنوات التلفاز مشاهد لعدد من الصحفيين الإسرائيليين يتجولون داخل مطاعم وداخل مقاهي وداخل فنادق مدن مدينة رام الله وبيت لحم، هذا الأمر دفع الفلسطينيين إلى إطلاق حملة شعبية. فهذا الوقت بالتحديد هو وقت يتطلب من الفلسطينيين جميعا الاصطفاف خلف رفض التطبيع. كيف لك أن تخرج وتنادي برفض التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وتستنكر تطبيع الإمارات والبحرين والسودان وربما السعودية مستقبلا، وأنت تستقبل هؤلاء الإسرائيليين داخل فنادقك ومقاهي؟ لذلك انطلقت هذه الحملة الشعبية من عدد من النشطاء الفلسطينيين تحت الشعار وعنوان ما للمطبع حرام. أخذ كل واحد من هؤلاء النشطاء يلتقط صورة مع أي مقهى أو مطعم دون ذكر أسمائها بالنسبة لنا طبعا، مع أي مقهى أو مطعم استضاف الصحفيين الإسرائيليين وكتب عليه على هذه اليافطة وعلى هذه الصورة مال مطبع حرام، في دعوة لمقاطعة هذه الفنادق وهذه الأماكن التي استضافت الإسرائيليين. هذا الأمر يأتي لإعادة الأمور إلى نصابها. لم ولن يكون بإمكان الإسرائيلي أن يتجول بأريحية، ربما هذه حالة شاذة أنه تجول ذات يوم بأريحية داخل مدن الفلسطينية، ولكن هذه الحالة ستعيدها أو يطمح النشطاء الذين قاموا على هذه الحملة إلى إعادتها إلى نصابها. اليوم هناك حركة المقاطعة الإسرائيلية BDS وكذلك عدد من المؤسسات التي تجابه الاحتلال القانونية. طيب أحمد، نريد أن نعرف، يعني أنت تتحدث عن أهمية مثل هكذا حملة، ولكن ماذا عن مخاطر الذي قام به بعض الفنادق وبعض المحلات التي استقبلت هؤلاء؟ إلى أي مدى تشكل خطورة؟ لأنه خاصة ربما كثر من المشاهدين لا يعرفون طبيعة العلاقة في الداخل الفلسطيني المحتل كيف هي، لأنه نحن نعرف أن هناك أراضي محتلة، ولكن ربما البعض لا يعرف كيفية التعاطي مع الإسرائيليين في داخل الأراضي المحتلة. نريد أن نفهم أكثر عن هذه الصورة. نعم، لنشرح الأمر بشكل مبسط للسادة المشاهدين. الآن هناك أراضي محتلة عام 48 وهي فلسطين المحتلة أو الكيان الإسرائيلي، وهناك المناطق التي احتلت في 67، الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه المناطق وتحديدا نتحدث عن الضفة الغربية وهي منطقة الحدث التي حصل فيها هذا الأمر، هي مناطق تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي، وهناك سلطة قائمة هي السلطة الفلسطينية، ولكن بين الفينة والأخرى يكون هناك مواجهات ويكون هناك اقتحامات إسرائيلية لهذه المدن. وطبعا الاستيطان الإسرائيلي تغلغل بشكل كبير جدا داخل مدن الضفة. عبد الرحمن، لنكن صادقين بمعنى أن أصحاب الفنادق وأصحاب المقاهي وأصحاب المنشآت السياحية التي استقبلت هؤلاء الصحفيين الإسرائيليين لو رفضت استقبالهم لن تغلق هذه المقاهي، لأن هذا هو الوضع الصحيح، وهذه هي طبيعة المواجهة وهذه طبيعة العلاقة بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الإسرائيلي. ولكن عندما يتم استضافة هؤلاء الصحفيين وقال بيرغل عندما يتجول بأريحية داخل هذه المقاهي وهذه الفنادق، طبعا هذا الأمر أثار حفيظة الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني أثار حفيظة أهل الضفة الغربية الذين انتفضوا عبر السوشيال ميديا بداية، وباتت هذه طبعا السوشيال ميديا الآن هي سلاح قوي بيد الفلسطينيين. عندما يكون هناك هاشتاج يتصدر مثلا ترند يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وبفتح الجرائم، هذا الأمر يؤذي الاحتلال في بعض الأحيان أكثر مما يؤذي. ولكن السؤال أحمد أيضا، هل سيكون رادع لأي شخص آخر في الفترة المقبلة بأن يكرر هذه الخطوة؟ هل ستشكل مثل هكذا حملات رادعا لمن قد يلجأ إلى نفس الأمور، موضوع التطبيع وإلى مشاكل كما حصل مؤخرا؟ ربما هذا هو أحد أهداف هذه الحملة التي انطلقت. النشطاء الذين أطلقوا هذه الحملة يأملون أن يكون هذا الأمر رادعا، ولكن هذا الأمر متروك للمستقبل، هو الذي سيحدد إن كانت هذه الحملة نجحت في ردع هؤلاء المطبعين أو هؤلاء الذين استقبلوا الاحتلال. مع العلم عبد الرحمن، نقابة الصحفيين الفلسطينيين أصدرت أمرا رفضت بموجبه أي تعاطي مع إعلام الاحتلال أو مع الصحفيين. إذن من استقبلهم هم فئة منبوذة من الشعب الفلسطيني، أو هكذا يعني يحاول النشطاء أن يوصلوا الرسالة بأن من استقبل الصحفيين الإسرائيليين هم فئة منبوذة من الشعب الفلسطيني. لذلك دع الأيام ودع المستقبل هو الذي يحدد إن كان هذا الأمر شكل رادعا أم لا، لأنه حقيقة باتت الأمور كثيرا
يعني متداخلة هذه الأيام مع التطبيع العربي الشرس مع الاحتلال الإسرائيلي. للأسف يعني غابت المواجهات أو غابت صيغة المواجهات الشرسة مع الاحتلال، المواجهات العربية التي تستبدل الآن بالتطبيع العربي مع الاحتلال. كل يوم نسمع أخبار عن سياح إسرائيليين ينزلون في ينزلون في دبي، وكذلك إماراتيين ينزلون في تل أبيب. هذا الأمر طبعا جعل ربما من مما حصل أمر خطير كبير جدا. لا يريد الفلسطينيين ما أن ينتقل إلى عقر دارهم ما ينتقدون حصوله خارج مناطقهم. شكرا جزيلا لك مراسل ميادين في غزة أحمد شلدان على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مشاهدينا فاصل، نعود بعده لمتابعة المشهد، أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى المشهدية. من منا التفت سابقا إلى أن 7 من ديسمبر كانون الأول من كل عام هو اليوم العالمي للطيران المدني؟ أعتقد ليس الكثير، ولكن الذكرى السنوية لهذا العام تمثل نقطة محورية في تاريخ قطاع الطيران المدني العالمي، والسبب بطبيعة الحال فيروس كورونا الذي كلف هذا القطاع خسائر غير مسبوقة في فرص العمل والإيرادات وقدرات الربط الجوي التي تدعم التنمية المستدامة والكثير من الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا الدكتورة حنان صوايا، هي خبيرة في شؤون السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي معنا من منطقة بلونة شمال بيروت. أهلا بك سيدة حنان، وربما السؤال البديهي اليوم في اليوم العالمي للطيران المدني، كيف هو حال الطيران المدني اليوم؟ مساء الخير. الطيران المدني اليوم هو مثل ما بتعرفوا من أول القطاعات اللي تأذت من 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 الكرايسس تبع كورونا، من أكثر شيء وأول شيء وآخر شيء تقدر ترجع تقوم على إجريها. كرمال هيك نحن اليوم إذا بنقارن، إذا بنعتبر 2019 هي السنة الطبيعية بحجمها ومنقارنها بسنة 2020 ونجرب نحط أرقام للمستقبل، هون شوي ضايعة الطاسة مثل ما بيقولوا، لأنه ما بقى فينا نعتبر الريفيرانس أو الأرقام المضبوطة يلي المفروض نتكل عليها تنعتبر هذا الطبيعي اليوم، خاصة وأنه من بعد كورونا أو من بعد كوفيد 19 أكيد هذا القطاع رح يشوف ولادة لشكل جديد بهوية مسافر جديد، فيها كتير قصص مفروض تتخذ عين الاعتبار وترجع ترسم هيكلية هذا القطاع ككل. على كل حال سنتحدث عن هذه الأمور الجديدة التي ستطرأ على الطيران المدني، ولكن قبل ذلك سيدة حنان، مشاهدينا الاحتفال بيوم الطيران المدني الدولي لهذا العام هو تحت شعار النهوض بالابتكار من أجل تطوير الطيران العالمي، فما هي الوثيقة الرقمية التي سيتعين عليك أن تحملها معك خلال سفرك؟ نتابع. سيدة حنان، قبل أن نتحدث عن وثيقة إياتا أريد أن أسألك بداية عن إمكانية عودة الطيران المدني إلى طبيعته، هل هناك إجراءات معينة اليوم؟ لأن كثر يسألون متى يعود الطيران المدني إلى طبيعته، الناس تريد أن تذهب إلى السياحة، الناس عندها أشغال وأعمال، متى يمكن أن تعود وما هي الإجراءات المتبعة؟ وهل أنتم بانتظار اللقاح؟ هل اللقاح هو من يحدد أم أنه لا؟ هناك إجراءات معينة قد تقومون بها في الطيران المدني ما يؤدي إلى عودة هذا الطيران إلى طبيعته؟
بطبيعة الحال رح يعود يوما ما. هلا كيف وامتى وبأي احجام وبأي اشكال، هيدي كمان هلا كل الاقطاب بهذا القطاع عم بتجرب ترسم وتخطط لهذا الموضوع. بتعرف انه هيدي الكريزه الكوفيد 19 كان له تأثير اكبر بكثير من ان كان احداث 11 سبتمبر 2001 او ان كان احداث السارس بال 2004 او بالكريزه الاقتصاديه اللي صارت 2008، يلي كمان كان كل هدول كان لهم تاثير على هذا القطاع. الفرق هلا انه اول شيء الخسائر ما عم يقدروا يتحددوا لانه الكريزه بعد ما وقفت، بعدها كل الشركات يلي بتشتغل بهيدا القطاع عم تنزف من ناحيه كل الاستثمارات اللي انعملت لحديت هلا بكافه المجالات، وبالتالي اليوم ما قادرين يحصروا بعد هالخسائر. امتى رح ترجع؟ حسب ارقام المنظمه العالميه للطيران يلي عم تتغير كل ما تتاخر هالكريزه وكل ما تتغير الارقام، بس اخر ريبورت انا قريته كانوا عم بيقولوا انه حجم اعمال 2019 ما بترجع قبل 2024. يعني بانتظار حوالي 4 سنوات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. طيب سيدة حنان، ما هي الإجراءات المتبعة لحماية اليوم المسافر، خاصة أنه كما ذكرتي الأمور تتغير بين يوم وآخر، أحيانا يكون هناك تفاؤل مع تطور موضوع اللقاحات، ولكن في الوقت نفسه هناك ارتفاع غير مسبوق على فكرة في الأيام الأخيرة بالنسبة لفيروس كورونا. هل الطيران المدني يأخذ بعين الاعتبار تطور أرقام فيروس كورونا؟ أكيد رح ياخذ بهذا الاعتبار هذا الشيء، خاصة إنه اليوم السفر أو المسافر صار بيطلب كتير معلومات زيادة عن قبل، يلي هي أكيد بتحميه أو بتأمن له الضمانة الحماية والمعلومات عن الإجراءات يلي لازم هو ياخذها بعين الاعتبار. هلأ بدك تشوف كمان القطاع بحد ذاته كيف رح يندعم من خلال الحكومات، لأنه هذا القطاع بشغل القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام يلي هو إذا بتشوف مثلا طيران يلي هن بالأغلبية الساحقة تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومات، وفي حكومات حطت أو ضخت مصاري لإسعاف القطاعات المتضررة، وبتراوح بين بلد والتاني قديش الإسعافات أو الأموال المخصصة لهذا القطاع بالذات، خاصة وأنه هذا القطاع بأغلب المطارح بشكل يعني جزء كبير من الناتج المحلي تبع البلدان، وإذا بنحكي عالميا بيوظف أكثر من 26.4 مليون شخص، ويلي هو بيخليه من أول 10 قطاعات بيعطي مجال للوظائف أو من حيث عدد الوظائف. فبالتالي أول شيء الحكومات أكيد بتاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء، هذا بيختلف من حكومة للتانية بطريقة الضخ المصاري، قديش رح تبدي هالقطاع على غيره، قديش رح تعطيه أولوية، وبالتالي الإجراءات يلي رح تاخدها رح كمان توصلها لهال النية بالتشجيع. طيب. سيدة حنان، نحن قبل قليل اطلعنا قليلا على بعض التفاصيل فيما يخص وثيقة إياتا، نريد أن نعرف منك أكثر عن هذه الوثيقة وما هي أهميته، هل ستكون هي البديل عن الحجر الصحي؟ هلا بالنسبه للاياتا يلي هي المنظمه العالميه للطيران، هي عم بتنسق وعم بتشوف وعم بتساعد كل الاقطاب هذا القطاع. هلا لما بنحكي نحن افييشن او تنقول طيران، مش هو لوحده رح يكون بقطاع السياحة ككل، في عندك كمان الأوتيلات، عندك الشركات التكنولوجيا يلي هي لها دور كبير كمان، وهي من خارزة أساسية من عمود الفقر، رح يساعد ورح يكون داعم وموجود تيلبي ويقدر يعطي المعلومات الجديدة بالوجهة الجديدة لقطاع السفر وللي عايزه المسافر اليوم. بقى كرمال هيك هلا كله بعده عم ينطبخ، ما في شيء واضح، بس الاكيد انه كله عم بيعيد اذا بدنا نقول
النظر والدراسه والاستراتيجيات اللي عم تنحط هلا كمان بنظره جديده للمستقبل. على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن سيدة حنان صوايا، دكتورة حنان صوايا الخبيرة في شؤون السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حدثينا مباشرة من بلوني شمال بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا. حتى اللحظة الأخيرة من عمر الإدارة الأمريكية يبدو أن الخلافات ستبقى سيدة الموقف في العلاقة مع عمالقة التكنولوجيا. آخر الفصول، نزاع قضائي بين وزارة العدل الأمريكية وفيسبوك، نتابع. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا من الكويت السيد رولان أبي نجم المتخصص في التسويق الإلكتروني. أستاذ رولان أهلا بك، يعني كثر تحدثوا عن أن الأيام المتبقية من عمر ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشهد سياسات انتقامية من الرئيس الأمريكي، هل يمكن القول بأنه ما يحصل اليوم بين وزارة العدل الأمريكية من جهة وفيسبوك من جهة أخرى هو استكمال لمعركة الرئيس الأمريكي مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ اول شيء مساء الخير عبد الرحمن لك وللمشاهدين. هلا اذا بدنا نحط الموضوع بالسياسه، ممكن يعتبر اذا بدك استكمالا للحمله الممنهجيه اللي بلشها الرئيس الامريكي ضد مواقع التواصل الاجتماعي، بس بنفس الوقت هذا الموضوع تحديدا هو اذا بنفكر فيه هذا عم بيصير على صعيد كل الدول ومش بس امريكا، يعني اذا بنطلع نحن على دول الخليج وحتى بلبنان وحتى وين ما كان، كل الدول عم تطمح انه اذا بدك تقوم العمالة الوطنية ببلدها على حساب العمالة الأجنبية، يعني كلنا بنعرف عن الموضوع التكويت بالكويت، بموضوع السعودية، بموضوع قطر، الكل عم يجرب يحسن موضوع العمالة الوطنية. بأمريكا في عندهم قانون بيفرض انه أي شركة مفروض يكون بمحل معين، إذا في أي لسه موظف أمريكاني بيقدر يعمل هذا الشغل، ممنوع تجيب موظف ثاني من برا. هذا حسب القانون الفيدرالي. نفس الوقت مواقع التواصل الاجتماعي صار عندها بمحل معين نوعا ما فائض قوة، بطلت عم تعتبر حالها ملزمة بالقوانين الأمريكانية وصارت عم تجري بمحل معين تتزاك عليها وتقطع فيها، وهذا اللي صار بهذا الموضوع. لهن شو عملوا بطريقة التزاك؟ تزاكوا بمحلين. أول شيء ما أعلن رسميا عبر المواقع الرسمية تبع فيسبوك وغيرها عن هول الوظائف تما يقدموا عليهم من الأمريكان، هيدا أول شغلة، لأنه هن بفضلوا محل معين يمكن أشخاص من جيل الهندية أو شيء هيك اللي بيكون عم يدفعوا لهم، بيكون عندهم كفاءات أعلى وبيكون بحاجة لمعاشات أقل، هيدي نقطة كثير أساسية. والنقطة الثانية بهذا الموضوع هن شو جربوا يعملوا؟ إنه إذا في أمريكان قدموا على هول الوظائف يعطون اذا بدك فحوصات دخول كثير صعبه تما يقدروا يتخطوها تيقدروا كمان. ولكن رولان شركه فيسبوك نفت هذا الموضوع، انت الان تقول انه ما قالته وزاره العدل الامريكيه صحيح وان فعلا اداره فيسبوك يعني لم تعطي الاولويه لبعض الامريكيين فيما يخص بعض الوظائف والشواغر لديها. صحيح، لانه هذا الموضوع بمحل معين دوكيومنتد، يعني نحن بس نحكي عن اداره العدل الامريكيه، ما عم نحكي انه اجى اوت اوف نوير من لا شيء اجوا اتهمون، في معلومات موثوقه انه هول الوظائف ما تموا ببلش على المواقع الالكترونيه، هذا شيء مثبت انه ما انعرضوا على الموقع الرسمي. شغله ثانيه انه في التوظيف صار عبر ايميلات مباشره طلبوها العالم واتبعتوا عبر الايميل، وهذا شيء بخالف القانون. وشغلة ثالثة كمان انه اجوا اذا بدك الفحوصات الدخول تبول الامريكان اجوا اصعب بكثير من اي شخص ثاني،
فهيدي كمان نقطة كتير أساسية وكتير مهمة وويل دوكيومنتد. وعلى فكرة فيسبوك بطبيعة الحال ما رح يطلع علنا يقول إيه أنا أخطأت، لأنه بيترتب عليه غلامات كتير كبيرة. دائماً بيروحوا بهذا الموضوع إذا لاحظت مثل ما قالوا بالبيان تبعولهم، إنه نحن بدنا نتواصل مع إدارة العدل الأمريكية لنوصل لمحل لتسوية، ودائماً بيصير بهذا الموضوع إذا بدك كومبرومايز. ولكن السؤال إنه ما الذي يستفيده فيسبوك أو ما الذي تستفيده شركة فيسبوك بأن تقوم بإعطاء الأولوية لموظفين من غير الجنسية الأمريكية؟ لماذا لا تقوم بتوظيف هؤلاء الأمريكيين؟ لانه بطبيعه الحال مثل ما ذكرت، نحن هلا بنعرف كثير انه اليد العامله الهنديه تحديدا، لانه هذا الموضوع موجه لتحديدا ضد اليد العامله الهنديه. اليد العامله الهنديه هن متفوقين جدا بموضوع التكنولوجيا، واذا بنشوف حتى في كثير شركات السي اي او ليفل، يعني اعلى ليفل بالشركات، صاروا من اذا بدك من الهند. فكل ملاك عم يكون عندك كفاءات كثير عاليه وبنفس الوقت معاشات اقل بكثير من ما بده يدفعوا لاي امريكي، بلس انه دائما اذا انت بدك توظف امريكي لوكال بدك تكون عم تدفع له أكثر من شغلة، يعني أنت عم تدفع له مثلاً allowance مع insurance مع أكثر من هيك، بينما بمحل معين إذا أنت عم تشتغل مع حدا من الجالية الهندية يمكن تدفع له يمكن نص المعاش، وبنفس الوقت عندك كفاءات بالنسبة لفيسبوك أعلى بكثير من الكفاءات اللي ممكن يلاقوها بموظفين أمريكان. الآن الأمر عند القضاء رولون، لمن سيحكم القضاء؟ وأنت تحدثت قبل قليل عن تسوية، وهذا ما تقدم عليه عادة شركة فيسبوك. ما الحكم المنتظر من خلال هذه القضية، خاصة إذا ما أعدنا الأمر إلى السؤال الأول، إذا كان هناك تصفية حسابات بين الرئيس ترامب وشركات مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا برأيي هلا صار موضوع سباق مع الوقت مع نهاية ولاية ترامب، وبتخيل الكل ناطر إنه مع الوقت ومع المحاكمات ومع الولاية الجديدة ممكن تتحسن الأمور، خاصة إنه الكل بيعرف إنه مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك وتويتر لعبوا دور سلبي جدا من ناحية ترامب، وبطبيعة الحال يعني لعبوا دور إيجابي بموضوع الانتخابات بموضوع بايدن. ورح أقول هون بعد معلومة صغيرة كتير مهمة، يلي هو دونالد ترامب أول ما بلش موضوع ولايته أخذ قرارات بوقف موضوع الفيز للأجانب، وجرب سكر على موضوع المكسيك وغيرها كرمال يوقف اليد العامل الأجنبية اللي عم تفوت بطريقة غير شرعية أو عم تفوت بفيز مؤقتة بس عم تشتغل بشكل دائم بأمريكا. بس بنفس الوقت ما قدر ضبط هذا الموضوع، والأرقام كلها بتأكد إنه الأرقام تبول العالم اللي فات وبولاية ترامب هن ذاتهم كمان يلي كانوا فايتين قبل بولاية أوباما. يعني فكرمالك فعليا أنه فضل رولا، لا قصدي أنه قصدي الفكرة أنه أنت بتقدر تطلع القانون اللي بدك، بس كمان تطبيق القانون كتير صعب، وكمان خاصة لما بيكون في عندك طرق كتير كبيرة للتحيل على القانون، وتحديدا هلأ من وراء موضوع الريموت وورك. وبعد بس معلومة أخيرة، كلنا بنعرف إنه المشكلة اللي صار بين ترامب وتويتر كان هدفه بين ترامب وتيك توك كان هدفه إنه غير إنه يجيب إذا بدك المعلومات على يخزنها بأمريكا، كان هدفه شغلتين: يوظف 25,000 شخص أمريكي بقلب أمريكا كرمال يحسن يوطي نسبة البطالة ويعلي نسبة الموظفين الأمريكان، وبنفس الوقت تيعملوا انفستمنت بكذا مليون دولار تيك توك بالتعليم الإلكتروني. فدائما هدف ترامب هو بمحل معين يوطي نسبة البطالة يلي هي كانت رح تنعكس عليه بمحل معين بالانتخابات. طيب رولان، من خلال كلامك أخيرا أفهم منك أنه تتوقع مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض ومع انطلاق عمله في البيت الأبيض أن تتغير طبيعة العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والبيت الأبيض من التوتر إلى أن تكون علاقة طبيعية؟ بطبيعة الحال وخاصة هلا متوقعين انه وعم بينحط كثير بالاعلام انه حساب ترامب على تويتر المفروض بعد ما يخلص الانتخابات ويبطل الرئيس رح ينحذف، وبشكل تويتر عندهم سبب كثير علمي، لانه انت على تويتر اذا عندك حساب طبيعي اذا انت خالفت التيرمز اند كونديشنز لتويتر بيوقفوا لك حسابك، بس بينما لانه انت كنت رئيس امريكا اوريدي كان بمحل معين عندك بريفليج او عندك اذا بدك ادفانتج على غير عالم، بس بهذا الموضوع بكره بطلت انت رئيس فانت عم تخالف التيرمز اند كونديشنز تبع تويتر، فنحن رح نجيب لك حسابك، نحجب الاكونت تبعك على تويتر، وبالتالي ستتحسن هذه العلاقه. ستتغير العلاقه اذا كما يقول رولان ابي نجم المتخصص في التسويق الالكتروني، عند وصول بايدن وبدء عمله في البيت الابيض ستتغير وتعود الى طبيعتها ما بين البيت الابيض وشركات مواقع التواصل الاجتماعي. اشكرك جزيل الشكر رولان ابي نجم على حضورك معنا اليوم في المشهد اونلاين، كنت معنا مباشره من الكويت. مشاهدينا بهذا تكون المشهدية قد اكتملت لهذه الليلة، الموعد يتجدد غدا عند 8 مساء بتوقيت القدس الشريف. دائما زوروا مواقع الميادين وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات أيضا المشهدية في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.